حياكم الله، والبداية مع أبرز العناوين. احتدام المواجهات العنيفة بين ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في عدة أحياء سكنية بصنعاء. الجيش يستكمل تحرير سلسلة جبال الحمراء شرقي العاصمة صنعاء. ومقتل 7 من ميليشيا الانقلابيين في مواجهة مع الجيش غربي الضالع. أهلا بكم. أعلنت القوات الموالية للمخلوع صالح سيطرتها على المدخل الغربي والجنوبي للعاصمة صنعاء، وفرض سيطرتها على معسكرات 48 وبلاد الروس. جاء ذلك بعد مواجهات شهدتها العاصمة صنعاء بين طرفي الانقلاب المتمثلة بميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. في الأثناء قامت قوات المخلوع صالح بإغلاق عدد من شوارع العاصمة صنعاء، وقال سكان محليون إن قوات المخلوع أغلقت شارع إيران وشارع الصفر وشارع 50 وجولة وشارع 24 في حدة. هذا ودعا حزب المخلوع صالح القبائل إلى مواجهة ميليشيات الحوثي محملا إياها مسؤولية إشعال فتيل الحرب. وقال حزب المخلوع في بيان إزاء هذا التطور الخطير إنه يحمل الحوثيين كامل المسؤولية عن إشعال فتيل الحرب نتيجة تلك التصرفات الهوجاء والمغامرات المتهورة للعناصر التابعة لها. وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت بين ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في صنعاء عن عشرات من القتلى والجرحى. ولقي منصور الناهمي وهو أحد قيادات حزب المخلوع في حي نجد الفوارس في منطقة سعوان بالعاصمة مصرعه برصاص قناص حوثي في شارع الجزائر، حيث دارت مواجهات بين الميليشيات. أعلن الجيش الوطني استكماله تحرير سلسلة جبال الحمراء الواقعة بمديرية نهم، وذلك عقب مواجهة ضارية مع ميليشيا الحوثي والمخلوع. وقال مصدر ميداني أن قوات الجيش تتجه لتحرير جبل القناصين الذي يشرف على قلب جبهة نهم ممثلا في قرية الحول، إضافة إلى منطقة ضبوعة حيث يقع خط إمداد الميليشيات. وأضاف المصدر أن مهمة الجيش الوطني بعد تحرير جبل القناصين ستكون أسهل، وهناك نتائج طيبة ستسفر عنها معارك الليلة. لقي اثنان من القيادات الميدانية لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح مصرعهما في مواجهة مع قوات الجيش الوطني بجبهة الضباب غربية تعز. وقال مصدر عسكري أن القائدين يدعان بأبي جبريل وفريد قتلا خلال معارك أمس الأول بعد هجوم على جبل هان. وشهدت الجبهة خلال الساعات الماضية مواجهة بين قوات الجيش والميليشيا تركزت في تبة المقابب وتبة الخلوة وحضران. وأشار المصدر إلى اندلاع مواجهة بعد تسلل لعناصر الميليشيا إلى تحصينات الجيش في مناطق شرقية جبل المنعم، فيما قصفت المدفعية تعزيزات وعربة عسكرية للميليشيا في منطقة الروض أسفرت عن تدميره ومقتل وإصابة عدد من أفراده. قال قيادي في الجيش الوطني بمحافظة تعز إن قوات الجيش الوطني تتصدى باستمرار لهجمات تشنها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في عدد من الجبهات بمحافظة تعز، وخاصة منها الجبهة الغربية. وأشار مسؤول عمليات اللواء 17 مشال عقيد عبد حمود الصغير إلى أن معارك ليلة ضارية تدور في الجبهة الغربية، وتحاول الميليشيات جاهدة السيطرة على بعض المواقع الخاضعة لقوات الجيش والمقاومة. ما يدور اليوم في الجبهة الغربية ابتداء من الدفاع القوي مرورا بمنطقة جبل هان والربيعي وحدران والعنين، وأيضا حمير ومقبنة، وصلنا إلى شرف نمان في راس الوقرداد. معارك ضارية ليلية تحاول الميليشيات جاهدة السيطرة على بعض مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني، إلا أن ثبات وإصرار الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لها بالمرصاد يكبدها خسائر فادحة. معركة ليلة البارحة في حدران وفي الدفاع القوي كان كان السيطره لقواتنا سواء بالسيطره الناريه او السيطره على الارض، تمكن قواتنا من دحر العدو وصده وايضا تكبيدهم خسائر بشريه 7 جرحى و3 قتلى. لقي ما لا يقل عن 7 من ميليشيا الحوثي وصالح مصرعهم في مواجهه عنيفه مع الجيش الوطني في جبهه حمك غرب الضالع. وقال مصدر ميداني أن قوات الجيش تمكنت من كسر هجوم للميليشيا على موقع ظفار عقب تسلل وهجوم مباغت شنته الميليشيا عليه فجر
الجمعة. ووفقا للمصدر فإن مواجهات دارت وجها لوجه بالرصاص الحي انتهت بكسر الهجوم ومقتل وإصابة ما يزيد على 10 حوثيين. أصيب طفل في قصف شنته ميليشيا الحوثي على منازل السكان في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. وأفادت مصادر محلية أن الطفل عبد الإله محمد الحميقاني ويبلغ من العمر 11 عاما أصيب أثناء وجوده جوار منزله في منطقة حصن قيس بمديرية الزاهر. وقالت المصادر أن الميليشيا أطلقت نيرانا كثيفة على القرية الأهلة بالسكان من مواقع تمركزها في حي الضروة بالمديرية. شن طيران التحالف العربي غارة جوية على موقع استراتيجي لميليشيا الحوثي والصالح الانقلابية بمديرية بيحان بمحافظة شبوة. وذكر مصدر ميداني أن الغارة استهدفت معسكر مبلق شمال بيحان والذي يمثل قاعدة الإمداد والتدريب الأساسية للميليشيا. أحيا المئات من ثوار تعز الذكرى 50 لعيد الجلاء والاستقلال الوطني ورحيل آخر جندي بريطاني عن أرض الوطن في 30 من نوفمبر عام 1967. على وقع الاحتفالات بالذكرى 50 لعيد الجلاء، احتشد المئات من ثوار تعز إلى ساحة الحرية لأداء شعائر صلاة الجمعة. الجمعة التي أسميت بجمعة المقاومة ربيعنا الأول. قال خطيب ساحة الحرية أن من يحتفل اليوم بمولد النبي هو من يقتل أبناء تعز ويحاصرهم منذ 3 أعوام، وهو ما يتنافى مع أخلاق المصطفى وقيم الإسلام النبيلة. انطلقت ثورات أمتنا، ثورة أمتنا ضد الاستعمار، لتخرج هذه الأمة إلى ربيع الحرية الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. وتذكرت أمته عبر تلاوة آيات الله وهي تخاطب الإنسانية. وهتف ثوار تعز عقب صلاة الجمعة لثورة نوفمبر التي طردت المستعمرة من أراضيهم، كما رفعوا شعارات طلبوا فيها الحكومة الشرعية بصرف مرتبات الموظفين وسرعة تحرير تعز. وأشاد الثوار في هتافاتهم بدور الجيش الوطني مستنكرين أعمال الجماعات المسلحة في شوارع المدينة وما تحدثه من فوضى، كما أعلن الثوار عن مسيرة جماهيرية صباح الغد. حناجر صدحت مناهضة للظلم يوم أن كان التعبير عن الرأي جريمة، كيف لها أن تخفت اليوم وقد كسرت القيود في 11 فبراير؟ أسموها بالحالمة حينها فكانت الحاسمة، حين فاجأتهم بثورة عارمة كما حدث في سبتمبر وأكتوبر و30 من نوفمبر. فهل يستوعب المتمترسون خلف الأموال أنهم في تعز؟ يقول هؤلاء الثوار. عبد العزيز الذبحاني من شباب، من ساحة الحرية بمحافظة تعز. يقيم مكتب الشباب والرياضة بمحافظة الجوف فعاليات رياضية مختلفة بمناسبة اليوبيل الذهبي للاستقلال الوطني الذي يوافق 30 نوفمبر. ويشارك في الفعالية التي تضم ألعاب الطائرة وكرة القدم وسباق الماراثون وألعاب أخرى فرقا شعبية ورياضيين من مختلف مديريات المحافظة. وقال مدير عام مكتب الشباب والرياضة حسن هذلول إن الفعاليات التي تأتي بالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني باليوبيل الذهبي لعيد الاستقلال تعد بداية لتفعيل الأنشطة الرياضية في المحافظة. قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح أن تشغيل مطار الغيضة بمحافظة المهرة لاستقبال الطائرات والمساعدات الإغاثية يعد تطبيقا عمليا لمبدأ لا مركزية العمل الإغاثي وتسهيل وصولها إلى المحتاجين في كل المحافظات. وأشار إلى أن اللجنة العليا للإغاثة كانت قد أعدت خطة لإنشاء 5 مراكز للإغاثة لتطبيق لا مركزية العمل الإغاثي، والذي اتخذته اللجنة وسيلة لتسهيل كافة الصعوبات أمام المساعدات الإغاثية. وأضاف أن كل مركز لديه منافذ بحرية وبرية وجوية كل على حدة، وهو ما سيضمن وصول المساعدات إلى كافة المراكز وتغطية المحافظات. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النشرة، ونذكركم بأبرز ما جاء فيها من عناوين. احتدام المواجهات العنيفة بين ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في عدة أحياء سكنية بصنعاء. الجيش يستكمل تحرير سلسلة جبال الحمراء شرقي العاصمة صنعاء.
ومقتل 7 من ميليشيا الانقلابيين في مواجهات مع الجيش غربي الضالع. ختام النشرة، إلى اللقاء.